السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. اليوم لدينا دعم الدرسين، درس الزمان ودرس تنظيم ومعالجة البيانات في الصفحة 93 من كتاب المفيد. إذا نبدأ هذه الحصة بالتمرين الأول. أحيط المدة المناسبة لكل بطاقة. إذا هنايا بطبيعة الحال عندنا تحويل، هنا خصنا نكونو كنتقنو التحويل. عندنا هنا الوقت بالساعات والدقائق، وهنا عطاونا فقط الدقائق. ماذا يعني هذا؟ أننا 1 ساعة و15 دقيقة خصنا نحولها كلها للدقيقة. إذا عندنا ساعة، ساعة كم تساوي من دقيقة؟ كتساوي 60 دقيقة، وإلا زدنا عليها 15 دقيقة غادي تعطينا 75 دقيقة. إذا الجواب الصحيح هو 75 دقيقة، وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح. إذا بالنسبة للبطاقة الثانية 1 جور، إذا 1 جور ماذا يساوي؟ كيساوي 24 ساعة. ما يمكنش يساوي 24 دقيقة، وما يمكنش يساوي 24 ثانية، لأنها مدد قصيرة جدا. بالتالي الجواب الصحيح هو 24 ساعة. البطاقة الثالثة عندنا 3600 ثانية. 3600 ثانية هذه خصها تكون عندنا معروفة بأنها كتساوي ساعة، هي 60 دقيقة وتساوي ساعة، وبالتالي الجواب الصحيح هو ساعة. هي أقل بكثير من يوم، وهي بطبيعة الحال أكبر بكثير من دقيقة. إذن غننتقل للتمرين 2. جو مارك دون كخوا لوغ انديك. إذن غنشوف هنا مزيان في الساعة، غنشوف العقرب الكبير والعقرب الصغير، وغادي نحدد الوقت اللي كتشير ليه الساعة. إذن 4 موان 10 مينوت هي 4 قبل 10 دقائق، 10 كار 10 و 4، 10 20 مينوت. دونك شكون هو الجواب الصحيح؟ هو هذا، هي هذه كتعني 10 ديال الليل، 22 كتعني 10 ديال الليل. وحنا كنشوفوا ان العقرب الكبير عند الرابعة، يعني هنا 20 دقيقة، والعقرب الصغير يسير الى 10 ليلا، وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح. تمرين 3. اتمم بكتابة الوحدة او العدد المناسب. اذا عندنا 1 ساعة و20 مينوت. اذا الى بغينا كتمانون غادي تكون هي 60 زائد 20 مينوت، لأن الساعة كتساوي 60 مينوت، يعني 80 مينوت. إذا شنو غتجي هنا؟ مينوت. بالنسبة للثواني غناخدو ديك 80 مينوت وغنضربوها في 60، وغادي تعطينا بالسكوند، لأن كل مينوت هي 60 سكوند. إذا 80 إلا ضربناها 8 نضربوها في 6 كتعطينا 48، إذا 4800 سكوند، 4800 سكوند. إذن غادي ننتقلوا للحالة الثانية. عندنا 1 جور و15 أور. إذن 1 جور و15 ساعة. 1 جور هو 24 أور، 24 ساعة، وإلا زدنا لها 15 ساعة غتعطينا 39 ساعة. إذن 39 ساعة، 2340. إذن هنا اوتوماتيكمون غادي نفكروا في الدقائق، لان الدقائق هي اللي كتجي من بعد الساعات، ما يمكنش تكون ثواني حيت بزاف. اذا غنضربوا 39 في 60 ونشوفوا واش غتعطينا هذا العدد. الا درنا عمليه حسابيه ديال 39 في 60، 39 غادي نضربوها في 60، اذا كتعطينا 2340. اذا 2340، اذا 2340 مينيت. اذا هنا غادي تكون المينيت 7200 سكوند، 7200 سكوند. حنا كنعرفوا بان 7200 هي 3600 زائد 3600 سكوند. 3600 سكوند هي ساعة، و 3600 سكوند هي ساعة، هي ديجا شفناها هنا. اذا هنايا كتعني ان هادي 7200 هي جوج ساعات. بغيناها بالدقائق غادي نضربو جوج في 60،
لأن كل ساعة هي كتساوي شحال؟ 60 دقيقة، وبالتالي 120 مينيت. عندنا واحد ساعة، واحد مينيت، واحد سكوند، بغينا كلشي بالسكوند. إذا واحد ساعة، واحد مينيت، واحد سكوند. واحد ساعة عاد شفناها 3600 سكوند، احنا حولنا هذه مباشرة للسكوند. واحد مينيت هي 60 سكوند، واحد سكوند غادي تبقى واحد سكوند، وكل شيء غنجمعوه غادي يعطينا 3661 سكوند. 3661 سكوند. إذا ننتقل إلى التمرين الرابع. عندنا عملية الجمع وعندنا عملية الطرح. إذا غنبداو بعملية الجمع أولا. عندنا 19 ساعة و47 مينيت، 47 مينيت. غادي نزيدو عليها 13 ساعة و53 مينيت. ثم النتيجة اللي غنلقاو غادي نقصوها من يومان. إذا غنجمعو، دائما التحويل كيكون من بعد. إذا عندنا 10 نحتفظو بواحد، ثم عندنا 10، وهنايا عندنا 9 و3 12 نحتفظو بواحد 3. إذا هنا ظهر لينا التحويل في كل من الدقائق، لأن تجاوزنا هنا 60، وظهر لينا التحويل هنا لأن تجاوزنا 24. إذا سنحول قبل أن نقوم بإنجاز عملية الطرح. إذا 100 مينيت شنو هي؟ هي 60 مينيت زائد 40 مينيت، غتبقى لينا 40 مينيت، وديك 60 مينيت غادي نردوها ساعات وغتولي لنا 33 ساعة. ثم 33 ساعة فيها 24 ساعة اللي هي أنجور، وغادي تبقى لينا 9 ديال الساعات. إذا النتيجة هي هذه. هاد النتيجة غادي نطرحوها من دوجور. إذا عندنا دوجور غادي نطرحو منها أنجور و 9 ديال الساعات و 40 مينيت. هنا كنلاحظو معندناش الساعات، عندنا 0 ساعة و عندنا 0 مينيت. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نصرفو واحد لوجور، ناخدو واحد لوجور و نرجعو 24 ساعة، و غيبقى لنا واحد لوجور أنجور. هنا 24 ساعة غنخليو غير 23 ساعة، و واحد الساعة عاوتاني غنصرفوها دقائق لكي نستطيع إنجاز عملية الطرح. هنا ما استطعناش ننجزو بهذه عملية الطرح، حتى جبنا واحد لوجور وحولناه. إذا دابا شنو النتيجة غتعطينا؟ نديرو عملية الطرح. 60 ناقص 40 كتعطي 20، 23 إلا نقصنا منها 9 كتبقى دونك نقصو 3 ونزيدو نقصو 6، إذا 14. وبالنسبة لي جور 0 جور. إذا شحال عندنا النتيجة النهائية نتاع هاد العملية؟ هي 14 ساعة وعشرين دقيقة. إذا ننتقل إلى التمرين الخامس. ينجز النشاط في الدفتر. يمثل الرسم البياني خط منكسر من الدخل الشهري لعائلة، ويمثل الرسم البياني العصوي الاستهلاك الشهري لنفس العائلة. استعملوا هذا الرسم للإجابة على الأسئلة. إذا هنايا الخط المنكسر هو يعبر عن ماذا؟ المداخل. الخط العصاوي الخطوط الزرقاء تعبر على الاستهلاك الشهري. إذا ما الشهر الذي كان فيه أكبر استهلاك؟ إذا هنا غادي نشوفوا بأن هذا الشهر هو شهر مارس. إذا مارس هو اللي كان فيه الاستهلاك، يعني العائلة صرفوا بزاف. ما الشهر الذي ترتب عنه دين؟ إذا شكون الشهر اللي عند العائلة عندها فيه الخسارة؟ إذا كاين عندنا هذا الشهر هذا اللي كانت فيه الخسائر بزاف، اللي هو مارس، زائد الشهر اللي تجاوزات المصاريف المداخل، هو شهر يوليوز. إذا هما شهران، إذا شهر يوليوز وشهر مارس. ما الشهر الذي كان فيه أكبر توفير؟ إذا الشهر اللي توفر فيه أكبر هو هذا. علاش؟ لأن هذه المسافة هنايا أكبر، هنايا كانت توفير ولكن ناقص، هنا كان توفير، هنا داك الاخرين كلهم جاو قد تقريبا، قد المصاريف قد المداخل. اذا الشهر ديال ماي هو اللي كانت فيه اكبر توفير. وحسب الدخل السنوي لهذه العائله، يعني الدخل السنوي يعني غنحسبوا الخطوط الحمراء. اذا غادي ناخذوا هذه ونشوفوا شحال، وهذه شحال، وهذه شحال، كل خط يعني الخط المنكسر غادي نجمعوا المداخل نتاع العائله. هنايا مثلا عندنا، هو الصراحه ما واضحش مزيان هذا الشيء، ولكن انا درت الحساب والتقدير ولقيت 1930 ديال الدرهم. 1930 هو المدخول الشهري.
هنا غادي ناخذ مثلا هنايا 1500 و 1000 دونك هنا عندنا 1500 هنا 2000 يعني 2000 1200 1750 دونك هنا كل تدريجة صغيرة عطيناها 50 يعني هنايا 1600 اعتبرت هنا 1600 1600 1600 1600 هنايا 2000 وهكذا وجمعتهم وفي النهاية لقيت 1903. إذن وحسب الاستهلاك السنوي عاوتاني الاستهلاك السنوي لا ميم شوز غنحسبو هاد القمام ديال الخطوط الزرقاء. الدخل السنوي هو 1000 دونك شحال قلنا هنا 19000 اعتذر 19300 19300 وهنايا بالنسبة لهذا لقينا 21405 يعني هاد العائلة كتصرف أكثر ما كتصرف أكثر ما كتدخل. هو المبيان صراحة ما واضحش ربما انت تلقى أقل شوية ولا زايد شوية هادشي علاش مبغيتش نحسبوها لأن غادي تلقى انت من خلال لأن المبيان يعني صغير بزاف في الأبعاد نتاعو ولهذا كاين واحد الصعوبة كاين اللي غيلقى أكثر هنا كيلقى زايد وهكذا. إذا نمشيو للتمرين السادس يبين الجدول عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 بين 21 و 26 مارس 2021 إذا هادو الأيام وهادو عدد الإصابات حدد اليوم الذي عرف أكبر عدد من الإصابات إذا هنا غنقلبوا على النهار اللي فيه أكبر عدد إذا هنا عندنا 543 إذا هنا 23 مارس 2021 إذا هذاك هو اليوم 23 مارس 2021. حدد اليوم الذي عرف أقل عدد من الإصابات إذن هو الأحد هذا هو اللي عرف أقل عدد من الإصابات 246 إذن هو يوم الأحد 21 مارس 2021. ما مجموع عدد الإصابات في الأيام 6 إذن غادي نجمعوا هادو ولا جمعناهم دونك نديروا عملية حسابية نشوفوا شنو تعطينا دونك عندنا الأحد عندنا 246 زائد 305 زائد 543 زائد 439 زائد 511 زائد 514 إذن 2558 2558 إصابة